نحن أخوانكم في تنظيم الدولة، نقسم بالله غير حانثين أننا سنواصل جهادنا وانغماسنا في العدو حتى نرهب دول الطواغيت التي تحكم بغير ما أنزل الله، والتي مكنت الكفار والمشركين والرافضة والعلمانيين وأشياعهم من بلاد الحرمين. إنما يقوم به الروافض النصيرية من ذبح وتنكيل بإخواننا المسلمين لا بد أن يدفع شيعهم وأتباعهم ثمنه باهظا، ولقد استأسد الروافض وطغوا وبغوا. اقرأوا إخواني في الله كتاب واقع الرافضة في بلاد التوحيد لتروا خطرهم الذي حذر منه أهل العلم. وإنا والله لسائرون على العهد ماضون حتى ندحر أهل الباطل، ولنقعدن لهم كل مرصد، وحتى نرى دولة الخلافة تملأ الأرض عدلا. ووالله ووالله لكأني أراها الآن رأي العين. فحيا على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. الله أكبر ونفع بك الأمة يا أبا عبيدة. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب يا شيخ، متى موعد العملية؟ أنا متحمس للاستشهاد في سبيل الله. ما شاء الله، قريبا بإذن الله ستلقى الله بقلب سليم ويكتبك من الشهداء. الآن تذهب مع أحمد وسأوفيك بالتفاصيل في أقل من 12 ساعة، فكون مستعد. بإذن الله. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هيا 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 يا رجال. الله أكبر الله أكبر. هيا 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 هيا. الله أكبر. هيا يا رجال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ألو، كيف الأخوة المجاهدين؟ طمني. الحمد لله الحمد لله، الله يكتب لنا الشهادة والنصر. آمين يا شيخ أبو حمزة. الله يسلمك الله يسلمك، كل شيء تمام. رح جهز لك الأخ أبو عبيدة والأخ أحمد، ورح جهز لك كم حزام ناسف تنسون فيهم الكفار والفاسقين. الله أكبر والعزة لله. لا لا، هذا الأخ أحمد مستعجل على الشهادة، الله يكتب له إياها يا رب. بإذن الله. سلم على الأخوة المجاهدين، مع السلامة. ما قالوا لك متى تنفيذ العملية؟ وش الهدف هالمرة؟ شو هالسؤال الغريب يا أبو عبيدة؟ أنت بتعرف أنه بيجينا الخبر قبل ساعة أو ساعتين من تنفيذ العملية. المهم أنت تكون جاهز للعملية. بعدين حاسك كأنك خايف. لست بخايف يا أبا حمزة، والله إني أتعدل الشهادة لا أكثر. كفتة، ما تلاحظ حاجة؟ خلينا نركز في المباراة يا فقي. إلي متى علمك هذا فيلم؟ فيلم حول لا قوة إلا بالله. المهم عامر وتركي، ما انت لاحظ انهم اختفوا كذا فجأة فص ملح وذاب؟ اقول لك عامر متعودين علوه يطنشنا، بس تركي فجأة اختفى ما عاد نشوفه. تدري لازم ادق على ابوه واشوف ايش الحكاية. الو، السلام عليكم، كيف حالك عمرو تركي؟ عليكم السلام ورحمة الله. يلا حيشكش، ما شفت ولدي تركي؟ اما
أنا داق أسأل عنه وأطمن عليه. لا والله ما أدري عنه، إن كانك تدري عنه علمني. أبشر أبشر يا عم، الآن بكلم كل على الحارة وننتشر في كل مكان، أول ما نحصل خبر على طول بنقول لك. يا رب يا رب، الله يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيك يا ولد، موضوع مرة غريب. خلينا نركز في المباراة. فيلم يا فقي، فيلم. وش ذي على غزوة فشام تهدم صروح النصيرية، تهدم صروح النصيرية. وش ذي على غزوة فشام تهدم صروح النصيرية، تهدم صروح النصيرية. وننضم لدولة الإسلام ونترك ديار السعودية، ونترك ديار السعودية، ونترك ديار السعودية، ونترك ديار السعودية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، العزة لله، الله أكبر العزة لله. إخوتي المجاهدين الأبطال، إني والله لأجدن اللحظة التي سوف تحسدون عليها، وإني والله ثم تالله لأبشركم بجنة، وإني أبشركم أيضا بأن الحور العين سيكونن باستقبالكم على أبواب جناتها. الله أكبر والعزة لله، الله أكبر والعزة لله. أيها المجاهدون الأبطال، سوف أترككم لتأخذوا قسطا من الراحة، كما أبشركم بهدايا من سبايا النساء التي غنمناها اليوم من غزونا للصليبيين الكفرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هيا بنا. شيخ بلال تعال أريدك. نعم يا أبا الدرداء، بماذا تأمرني؟ شو ها يا ابو الدرداء، ما ابو الدرداء حمار العادة سبدات التمثيليه انت اشبه. والله مو هيك، ما حل بس قدامهم يعني. بلا قدامهم بلا وراهم. اسمع، وين السعوديين؟ وين السعوديين؟ بدي سعوديين جايب لي 3 4 اليوم. هدول اكثر شيء بزبطوا معنا. روح جيب سعوديين خلصني، خلصوا من الدنيا. والله عم حاول، والله عم حاول. عفوا يا شيخ ابو الدرداء، إيش بدك؟ قصدي ماذا تريد أيها المجاهد الصنديد؟ لقد أخبرتموني في السعودية أني سأقوم بعملية استشهادية ضد النصيرية وأزلامهم. نعم نعم يا أخ تركي، ولكن الظروف قد تغيرت والخطط قد تغيرت أيضا. أي تغيير يا شيخ؟ اسمع، سوف نرسلك إلى السعودية لتقوم بعملية استشهادية ضد مراكز الشرطة والداخلية. مبروك. ماذا؟ أعود إلى السعودية وأسوي عملية استشهادية وين بعد؟ في الشرطة؟ بس هذول يا شيخي يصلون ويخافون الله، وفيهم أقربائي وفيهم أصدقائي وقاعدين يحمون ويحمون البلد ويحمون الحرمين. يا شيخ كيف 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 أقتلهم؟ أيها المجاهد نفذ ولا تجادل. دعه يا بلال دعه، إنه جديد وحديث عهد بجهاد. يا أخ تركي، هناك من يدعم الكفار والمرتدين ويستحق القتل كما يستحق الكافر بالضبط، فهمت؟ بس يا شيخ أنا قطعت المسافة هذه كلها وغامرت علشان أحارب حرب حقيقية واضحة وأقتل الكفار حقيقيين وأشارك في معارك واضحة ولا تشوبها شائبة يا شيخ. خلاص أبشر، لك ما طلبت. أخ بلال، خذه وضعه في الصفوف الأمامية من المجاهدين. تفضل أيها المجاهد. هيا أيها المجاهد. أخي أسأل عن الشهادة. الله أكبر الله هيا. أكبر الله أكبر. سلاحك وهي الحزم، الله يهنيك بالشهادة. الله يكتب لك الأجر يا أبا حمزة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله معكم برعاية الله. ميسرة ميسرة يا شباب ميسرة، الله يحميكم. أحلى معلم، الله يمسيك بالخير. كله تمام تمام يا كبير، الشباب تيسروا هلأ ومشيوا.
وبكره تسمع احلى خبر. المهم مصريات يكونوا جاهزين. دولار. يا ام خالد، يا ام خالد. هلا يا ابو خالد، انا هنا. يا بنت الحلال، ادور على مسدسي ما لقيته، وانا كل مره حطه بنفس المكان. شوفي لي يصير انتي مغيره مكانه، ولا حطته في درجن ثاني او دولاب ثاني. يا ابو خالد، انا ما دخلت الغرفه الا لما صحيتك، ما فتحت لا دولاب ولا درج. يعني وين بيكون راح هذا سلاح؟ سلاح يا بنت الناس، مو بلعبه. يا ابو خالد تذكر، يمكنك حطه من هنا ولا من هنا. خالد، نزل السلاح من يدك، هذا مو لعب عيال. خالد، خالد وانا ابوك، هذا مو بلاي ستيشن ولا لعب بزران. نزل الفرد. اشوف الفرد اقول لك. اسمع كلام ابوك وعطى السلاح اللي بيدك، نزله من يدك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ان شاء الله. الله محيي المجاهدين عمي. الله يحييك. شرفتوا. الشيء اللي عم تسووه انتم بسوى الدنيا وما فيها، الا وهو الاستشهاد في سبيل الله. لا اله الا الله. لا تستحوا. هي سبيه من السبايا اللي اخذناها وغزو من غزواتنا، وهي بس متعاونه معنا. الله أكبر، الله أكبر. سوف نكون من الشهداء ونلتقي بالجنة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر. توكل على الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما تخاف الله في بيت الله اللي ما تخاف الله في بيت الله اللي ما تخاف الله. أنا طلعت على محاضرة التحقيق معك وعلى كل آرائك. أنت كل كلامك وحججك يا أحمد مبنية على نقولات من بشر مثلي ومثلك مجتهدين، لا تستند لا على آية من القرآن ولا على دليل من السنة، وحتى لو استندت عليها تستند على تفسيرات أولئك الناس. أنت وين رأيك يا أحمد؟ لا رأي لنا فيما يقوله علماؤنا، فهؤلاء هم أهل الخير والصواب، وآراءهم مسددة والطعن فيها حرام ولا يجوز. أحمد اسمعني ولأخوك، أولا لا تحلل ولا تحرم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من هنا يبدأ الخطأ يا أحمد، نقولات من بشر. ثانيا الجهاد مفهوم ثابت وتطبيق منتقل، بمعنى أن الظرف يؤثر في القراءة والتطبيق. أي جهاد يا أحمد في الرياض؟ وأي جهاد يا أحمد في المملكة؟ أي جهاد يا أحمد في البلد الإسلامي العريق تاريخا ومجتمعا؟ يا أحمد هل تؤمن أن الإسلام عالمي لكل البشر؟ هل تؤمن أن الله تعالى يعلم باختلافهم وتنوعهم وتعدد أعراقهم وثقافاتهم؟ يا أحمد الصواب هو في الحق، والحق في العدل، والعدل في الإسلام. تخيل كيف قضيت على نفسك ومستقبلك، تخيل الدماء التي تسببت في إزهاقها، كيف ستقف بين يدي الله وماذا ستقول له؟ يا أحمد لو أن مصدرك كتاب الله وعقلك وإيمانك لما وصلت إلى ما وصلت إليه، لكنك اتبعت أفراد وآراء فدخلت في أزمة مع واقعك فانتصر عليك هذا الواقع. أركب بديتك.